باهي، رجعنا من جديد. نعتذر على الفيديو اللي قبله، لخاطر كما تلاحظوا من الاول الفيديو ماشي باهي، صحيح، ومن بعد ولا الصوت سابق المشهد. نجمو تعاودوا الفيديو مرتين معناها، وخاطر الفيديو كي تشوف خذا برشا وقت، نص ساعة، وانا ما عنديش وقت اني باش نقعد نعاود نصور من جديد، فهمتني؟ نزرب في الفيديوهات باش نوصل لكم المعلومة في اسرع وقت. باهي، نجمو تعاودوا الفيديو مرة اخرى، الفيديو اللي فات وكل شيء. باهي، تو باش نحكيو على الفولدر هذا اللي هو النود ماجر اللي قلت باش نفسره. باهي، اول حاجه خلينا نحل البانت، وهذا اهم فولدر. ابعد من البرمجه وخليك من البرمجه. تو اجي ناخذ مثال حي متواجد نعيشو بيه احنا. مثلا احنا باش نشوفو بني، انت خممت نهار من النهارات انك باش تبني دارك هكا، ولا دارك باش تبنيها وكل شيء، تجيب بناي. البناي هذاك هو اللي باش يقوم، تجيب مقاول، والمقاول هذاك يجيب البناية، والبناية يجيب الخدامة، فهمتني؟ يجيب معاه خدامة، فهمتني؟ ويجيبك الماتريال نتاع الخدمة نتاعو، اكل المواد اللي باش يخدم بها، المواد البناء اللي باش يخدم بها هو هكا ولا باه. المواد البناء اللي باش يجيبهم في دي، باش يجيب بيرة، باش يجيب مطرقة، باش يجيبك الرمل، باش يجيبك الجريفاي والياجور، وكل حاجة هذوك من كليك اللي يبني بهم، وتراكس وكاميون باش يهز فيه السلعة، وكل حكايته كل، وكل العرس، وكل الحيوت، وكل الحاجات هذوك كل باش يجيبهم المقاول معاه، والبناي واللي باش يختم بهم، وسط البغلي والبالة، وكل حكايته هذوك كل، فهمت؟ والبيوش وكل كل كل. المهم انت زادة تبدا تبرمج في موقع، فهمتني؟ انت هو البناي، وما دامك انت بناي، انت هو بتجيب الماتريال هذاك، الماتريال هذاك المواد تاع البناء هذاكم هو اللي باش تحطه في النود ماجل. النود ماجل هذا هو الماتريال نتاع البناء، المواد تاع البناء هذاكم الكل اللي قلت لك عليهم، البيرا والمطرقه والرمل وكل الحكايات هذاكم الكل وكل الخرام هذاك الكل يتحط لهنا، فهمتني؟ يتحط لهنا في الفايل هذا، وهذا راهو يمشي ويكبر. هذوما الحاجات المتنصبين تو مع المشروع، فهمتني؟ هذوما الحاجات باش تحققهم تو في المشروع، لكن من بعد لو تشوفهم برشا حاجات باش نعملوا لها التحميل وكل شيء، وكي نعملوا لها التحميل تجي في الفولدر هذا النود ماجل. او بعديك كما كنت نحكي في الفيديو اللي فات، انها بعديك تجي تتحط لهنا في الديبندز ولا في الديف ديبندز. باهي، بعد ما يكمل سيدي البناء يبني الدار نتاعك وكل شيء، فهمتني؟ وخلينا نربطها الحكايه بالباكج بوان جيسون، خليه الباكج بوان جيسون تاخذ نربطها بحكايه البناء، القصه نتاع البناء. بعد ما يكمل يبني الموقع نتاعك كل شيء، فما حاجات باش تقعد في الدار غاديك تبني بها الموقع، فما حاجات باش تنزوها على رواحها، صحيح ما نستحقوهاش. مثلا كيف شنو يا اخي؟ كيما المطرقه والبيوش وكل العروس هذاك اللي جايبهم مع البناي، ولا المقاول واللي هو، فهمتني؟ اللي جايبه معاه هذوك من الحاجات هذوك باش يبني بهم الدار، ومن بعد باش يعمل هكا يطيشهم يهزهم معاه، مش باش يخليهم في الدار الغاديك هكا ولا. هذوك هم الحاجات اللي تحطوا في الديف ديبانس، واضح؟ بالنسبه للحاجات اللي تحطوا في الديبانس اللي قلنا عليهم المربوطه بالنون ماجر، فهمت؟ اللي هو شنو؟ اللي هو ارمل مثلا، يا اخي جاب ارمل بتبيع باش يبني بيه، والدار ما تبنيه كم برمل، معناها بعديك مش باش، اللهم فضل شوي ارمل، هذيك حاجه اخرى، فهمت؟ لكن ارمل والجريفاي وكل الياجور والحاجات هذوك من كليك هذوكم جابهم باش يبني بهم، باش تعمل بهم الدار، يعني هذوكم هما ركيزه الدار، المنزل نتاعك الركيزه نتاعو هو شنو؟ اللي موجود ارمل والجريفاي والحاجات هذوك، هذوما هما يتحطوا في الديبانس، الحاجات هذوكم اللي ركيزه نتاعهم باش تبني عليهم الدار، باش تخدم بهم الدار طول العمر، هما اللي بالديبانس. والحاجات اللي يجيبهم مع البناء، المواد يجيب مع البناء واللي يهزهم بعد يخدم بهم جوست المطرقه والبيران وكل الحكايات هذوكم الكل، فهمتي؟ وكل العرس وكل التراكس وكل الحكايات هذوكم تحطوا في الديف ديبانس جوست باش نخدم بهم المشروع نتاعي، وبعد هيك باش نهز السلعه نتاعي الكل، واضح؟ هذا هو النود ماجل. النود ماجل هو الماتريال بالسبوله هنا في النود ماجل، ومن بعد نهزهم ويتنحاهم من غاديك. الديبانس شنو باش يعمل ديبانس؟ باش ياخو فما ماتريال تاخدنا هنا، نقولو مثلا هذا بيران وهذا مطرقه وهذا دراج شنو، باش ياخوهم يحطهم لهنا، مادام بيران ومطرقه وحكيت هذوك باش يحطهم لهنا في الديف ديبانس، واضح؟ رمل وقت الحكايه هذوك نقولو هذا رمل وهذا جريفاي وهذا ياجور، يهزهم يحطهم في الديبانس. يقول القايل ايه بعديك كي باش يهز البناء السلعه نتاعو، ما هو باش تنحى هذا النود ماجل اللي هو الماتريال نتاع الخدمه هكا، ولا اللي بقاو في الديبانس هم مش قاعد نشوف فيهم كي باش نحى النود ماجر هذا باش يمشي على روحه. نو حبيبي، انت كي تعمل امبورت لهنا اللي هو هذا اهو اب ماجر اللي كنا نحكيو عليه، كي باش تعمل امبورت لهنا تنحكيو تشوفها في المستقبل كيفاش في الفيديوهات القادمه، فهمتني؟ تعمل امبورت لهنا
الوقت ذاك يتحطوا بالوقت لهنا، اذا هم حاجات من ديبانس ولا من ديف ديبانس يتحطوا لهنا بالوقت يتسجلوا. باهي نحاولوا احنا نرفعوا المشروع نتاعنا على الجيت هاب باش نجم تكون القصه واضحه. باهي نمشي للجيت هاب ان شاء الله ما يكونش الصوت سابق الصوره. عامل الفيديو مرتين وخاطر باش نفسخوا البرنامج هذا، البرنامج هذا خايب على الاخر. بالسوب كامتازيا باش بالسوب كامتازيا باش ما عادش يعمل الفازه هذه ان شاء الله ما تكون صارت، خاطر ما نجمش نعرف تو ولا بعد ما نقص الفيديو. اي ساين ان ان شاء الله نطلع متفكر الباسورد نتاعو هذايا. ان شاء الله يطلع صحيح. اي هو صحيح. اي باهي فرحه فرحه كبيره برشا. باهي يور بولستري باش نرفع المشروع مثلا نيو نسميه مثلا ملقيتش اسم اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة وينو بابا تي 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 اي من الاخر اي حاجة. باي كريت ريبوزيتوري باش نرفع المشروع على الجيت هاب. اي جراني المشروع نعمل كنترول سي، كنترول سي باش توقف المشروع ولا تحط تحل سي ام دي اخرى وتدخل في نفس الفولدر هذاك. باهي تعمل جيت انت لازم يكون الجيت منصب في الجهاز نتاعك. جيت انت كيما تقول كيما تشوف يقول لك لهنا اللي راه عملت لك انيزياليزاسيون، معناها عملت لك تمهيد الفولدر هذاك اللي هو اسمه الجيت. كان جي لهنا المشروع تو تشوفه هو ما يتشافش لهنا، يجي لهنا ما تشوفوش كيما تشوفوا الناس الكل ما يتشافش، لكن كان جي لهنا باش يضرب له شوي شفاف هكا شوي. هو المشروع نتاعنا هاوك لهنا يتحط الفولدر لهنا، يتحط لهنا الفولدر الجيت. خلينا نكمل نخدم تو تشوفوا نشوفوا مع بعضنا. باهي وينو نرجعوا. باهي جيت انت تبع الكومود اللي قالهم له جيت انت. باهي بعدين جيت انت اد ريدمي لهنا. ريدمي جاست معناها انت باش ترفع الملف هذا اللي هو ريدمي، واحنا ما حاجناش باش نرفعوا ريدمي، باش نرفعوا الملفات الكل هكا ولا. فلذلك نجيب لهنا نرجعوا الكوموند هذيك اللي كنا نشوفوا فيها جيت اد نشوف هو يقول لك ضيف كلمه ريدمي. ريدمي باش يضيف الفايل هذاك هو، ما احنا باش نحبوا نهزوهم الكل نعملوا دوت. كي تعمل نقطه هكا هي ايه اختصار الفايلات الكل، واضح. بعديك جي تعمل كوبي الكوموند هذايا، هذوما الكل تعملهم نسخ تبع كيما هو قال لك هكا كيما تشوف هكا. تاك تبع كيما هو يقول لك بالضبط. وبعديك تعمل بوش الكوموند هذاكم كليك وتنتظر حتى يتم تحميله باش تحمل يتحمل يتحمل لازم يتحمل المشروع هذاك كليك على الجيت هاب، واضح. مش باش نعملوا له بيلد جاست، معناها باش نرفعوه المشروع على الجيت هاب وكهو. جوست باش نحب نوريكم اللي الحاجات اللي تجي لهنا في الجيت اجنور اللي حكينا عليه في الفيديو اللي فات اللي هي جيت هاو. كان جي لهنا كيما الديست يقول لك ما يترفعش، كيما النود ماتشر هاو يقول لك راه ودي النود ماتشر هذايا الحاجات باش ترفعها على الجيت راه ماهوش باش ما يجيش باش ترفع. بعديك النود ماتشر هذا الحاجات اللي تجي في الفايل هنا الفايل هذا جيت اجنور ما باش ترفع بعديك على الجيت هاب، واضح. كيما تشوف قال لك المشروع نتاعنا اللي هو ترفع كان تعمل رولود للصفحه تعمل اعاده تحميل للصفحه، هذا هو المشروع نتاعنا، واضح. هذا هو المشروع نتاعنا كيما تشوفوا. اخزر لهنا النود ماتشر موجود لكن لهنا ماهوش موجود، علاش؟ خاطر الماتريال نتاع الخدمه ذاك كبير برشا. كان جي تشوف لهنا تعمل انسبكتي ليمو وتسميكتي ليمو تعمل بروبريتي باش تشوف الحجم نتاعو، شوف يقعد يكبر حتى ل 400 ميجا و 500 ميجا ويوصل حتى يفوت ويمشي حتى يكبر. راهو احنا كي باش نقدمه في المشروع نتاعنا وباش نحملو بيبليوتيك فهمتني من الانترنت تو تشوف كيفاش يمشي ويكبر، واضح. باه يقول القائل تو انا كي نرفع هبه المشروع من هنا نحمله من هنا ونهبطه على الجهاز نتاعي فهمتني، موقع نتاعي نحب مثلا نعدل عليه حاجات، نحب نزيد عليه حاجات، نحب ننقص عليه حاجات فهمتني، شنو نعمل؟ الوقت هذاك زيد تعاود تنادي البناي، البناي تعاود تنادي له، شكون هو البناي سيدي؟ البناي اللي هو انت اللي هو المطور، انت مادام تعلم في المانجولار وانت مطور هكا ولا،
البنية عاود يزيد يجيب معاه المواد تاع الخدمة متاعه، اللي هي كيفاش انه يدخل في وسط المشروع، يدخل في وسط المشروع. خليني اوريكم على عينيكم كيفاش يعمل داونلود زيب، تحمل المشروع كما هكا بالضبط. ان شاء الله يا رب يكون معناها الفيديو الصوت ما هو السابق للصورة. باهي تفك الضغط عليه الفايل هذاك، هذا ونهزه ونحطه في البيرو مثلا كما تشوف. وتجي هنا تفتح الفولدر هذاك، هاوك الفولدر هبطناه، احنا نحبو نعدلو عليه المشروع هذا. يشوف ما فماش النود مجل، يجي سيدك البناي ويكتب الامر اللي هو npm install. npm install هي اختصار كلمة نود باكج مانجر. عاود نصب لي نود باكج مانجر باش نجم نعدل على المشروع. دون ما تعمل الامر هذا بتضغط على انتري، يتم تحميل، يقوم بتحميل npm نود باكج مانجر اللي هو هذا. انا باش نقصه ما نخليهوش يحمل خاطر المشروع عندي، فهمتني؟ دون ما تعمل npm install يقوم بتحميل النود مانجر هذايا، وبعد ما تحمله تنجم تعدل على الموقع نتاعك. المهم اللي نحب نقوله في الخلاصه، قد يخلص الفيديو مش باش نطول برشا باش ما يصير شكل الباك هذاك في الفيديو. النود مانجر المعلومه اللي نحبكم تاخذوها هي المواد تاع البني هذاك هو اللي باش تبنيو به. النود مانجر هذاك موجود فيه الماتريال الكل اللي باش نبنيو به. وبعديك باش تعمل ديبلوي البروجي نتاعك، باش ترفعو على سي بانيل ولا باش ترفعو على الجيت هاب وكل شيء، ما يترفعش. كي تحملو على الجهاز نتاعك وتعمل npm install باش تعدل على الموقع نتاعك، ولا باش تعمل اي تغيير ابديت في باش تبدل الصوره، ولا باش تبدل اللوجو من بلاصه لبلاصه وكل شيء، اول حاجه تعملها هي انك من مكان لمكان، خاطر بلاصه لبلاصه ما يفهموهاش الدول العربيه. تفرج في فيديو في اليوتيوب كلمه بلاصه ما يفهموش معناها. من مكان لمكان باش تحول لوجو من مكان لمكان، لازم اول حاجه تنسالي النود مانجر. واضح؟ ان شاء الله تكون استفدت من الفيديو، ان شاء الله تكون واضحه حكايه النود مانجر شنو هو. كما قلت لك خذ المعلومه النود مانجر اللي هو المواد تاع البناء، وهو الموقع الرسمي نتاعو تنجم تدخل تتاكد، اللي هو تكتب npm او تدخل الموقع الرسمي نتاعو npm js، هذا هو الموقع الرسمي نتاعو. هذا كما نقولوا احنا كانكوري، هذا كانكوري اللي فيه الماتريال الكل. مثلا نجيو نلوجو على اي حاجه تحب عليها، مثلا فاير بيس، فم بيبليوتيك موجودة لهنا اسمها فاير بيس اللي هي ذي هيك، يقول لك تدخل لها هكا، فهمتني؟ يعني اكزاكت ماكش معناها راهي تخدم. وتعمل npm install، هذيك الاي هي اختصار كلمة install، تعمل كوبي هذيا، فهمتني؟ npm install يعمل لك npm install فاير بيس، وينصب لك الفاير بيس. الفاير بيس طبعا كي باش تنصب، لو قلت لك فاير بيس اللي هو باكان، بون ما نحكيش عليه برشا فاير بيس خاطر برشا عباد ما تفهمش معناها فاير بيس. فاير بيز هو صنعته جوجل، وهو يخدم باك اند، موفر لك داتابيز، وموفر لك ايدنتيفيكاسيون، موفر لك برشا حكايات مزيانين. تو في البناء المشروع باش نستعمل فاير بيز، وتنحكيو عليه بالتفصيل شنو هو فاير بيز وكيفاش نتعاملوا معاه. مطلوب على الاخر فاير بيز، وننصح الناس الكل انها تتعلم. باهي ها كيما قلنا، هذا هو الكانكوري نتاعنا اللي هو npmjs.com، وهذا هو اللي نجيبو منه كل شيء. تحب تجيب منه بيران، تحب تجيب منه بطرقه، تجيب منه البيبليوتيك اللي تحب عليها انت. انا ديما نمثلها بحكايه الباني باش نجم انت تفهمها. واضح؟ ان شاء الله تكون استفدتوا من الفيديو فهمتني، والفيديو اللي من بعده نبدو ندخلوا في الخدمه نتاعنا، ونبدا نحكيو بالتفصيل بالنقطه بالنقطه من الاول، ومن بعد هيك نبنيو المشروع نتاعنا اللي وعدتكم به من اول الفيديو. ما تنساوش كان تعملوا سبسكرايب على الشان يوتيوب، وكان عندك اي استفسار تنجم تحطه ترميه في وسط الكومنتير، ترميه في كومنتير على الفيديو ونجم نجاوبك عليه في اقرب وقت. شكرا، هاي للقاء، نتقابل في الفيديو اللي بعده.